هذا كابتن احمد حسن، المدير الفني لغزل المحله. يعني بنقول لك هارد لك يا كابتن. يعني تعليق حضرتك على المباراه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للكابتن احمد جمال وضيوفه. النهارده يعني انا اعتقد ان الشوط الاولاني كنا مميزين، وادينا شوط كويس لغايه اخر يمكن 20 دقيقه، كنا كويسين والامور ماشيه وممكن نحرز اي هدف في اي وقت، وقعت لنا كم فرصه وما قدرناش نجيبها، اتردد الهدف الثالث. واعتقد ان النتيجه تقيله علينا بأدائنا النهارده، اعتقد ان النتيجه كانت تقيله وقاسيه. يعني كنت وجهه نظر حضرتك في النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت وانت جاي بتلعبه في اسماعيليه، يعني كنت تامل الخروج بنتيجه ايجابيه اكيد يا كابتن احمد، لكن في النهايه خساره بثلاثه توقعتها؟ انا عارف ان طبعا جاي لاعب نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي نادي كبير وعظيم طول عمره، واحنا يعني برضو كنا جايين برضو طمعانين يعني ان احنا يمكن الفتره الاخرانيه مأدين كويس، أدائنا كان كويس، كان عندي أمل إن احنا النهارده نطلع بنتيجة إيجابية، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن أنا يمكن حوالي 70 دقيقة راضي عن أداء الفريق، يمكن آخر 20 دقيقة 70 دقيقة 75 دقيقة، هي آخر 10 دقايق ربع ساعة ديت اللي حسيت إن بدأ اللعيبة تدخل جواها يأس وكده، وعشان كده الجون التاني والتالت. ابرز السلبيات اللي حضرتك لمستها النهارده في فرقه المحله خلال 20 دقيقه؟ زي ما انا بقول لك ان اخر 20 دقيقه هي دي كابتن. يعني في عينين حضرتك، يعني في عينك، يعني واضح ان في معالم حزن يعني يعني اكيد طبعا انت راجل خسران، يعني طبعا بتبقى حزين غير المكسب مثلا، بتبقى يعني بتبقى فرحان جدا، لكن طبعا الهزيمه بتبقى قاسيه، وخاصه انا زعلان جدا عشان طبعا يعني انا حسيت ان الاولاد قدم حوالي 70 75 دقيقه والنتيجه تقيله، يعني ما يعني هي لو كانت طلعت 1-0 2-1 يعني ماشي الحال، لكن 3 كتير على اداء اللعيبه النهارده. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا، الف شكر. شكرا كابتن احمد، ده كان لقائنا مع الكابتن احمد حسن المدير الفني لفريق غزل المحله، والان عوده من جديد الى استوديو تحليل المباراه.